مساء الخير رويدة، ازيك يا روحي؟ وحشتيني قوي. عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه الحلاوة دي؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ انا عارفة انت متعرفينيش، بس ممكن تكوني سمعتي اسمي. انا رندا عبد الحميد، سيلز اند ماركتنج مانجر في شركة هاني عرفات. القعدة هناك دي تبقى فيروز مراته، وهو اكيد ما كانش يعرف ان هي موجودة هنا. وانت كمان حد ليكي قيمتك ومكانتك في المجتمع، فبليز ما ينفعش نعمل اي موقف يخلي شكلنا وحش من فضلك. الحيوان ده انا داخله معاه المكان قدام الناس وجاي معاه في عربيته، وهو جري زي الارنب لما شاف مراته. وكويس انك وقفتيني، عشان ما ينفعش اقلل من نفسي عشان واحد زي ده. بس قولي له لو لمحته في مكان مش هخلي له كرم. سوري دي واحده صاحبتي كده.